أخبار اليوم. السؤال الثالث بيقول لك ايه في السؤال الثالث؟ حدد الصواب او الخطا في 3 عبارات فقط مما ياتي. انت عندك 4 جزئيات هتختار ما بينهم 3، كل جزئيه من دول عليها 3 درجات. خد بالك وانت بتحل لازم تحط العباره يا اما صواب، تكتبها كده يا اما صواب يا اما خطا باللغه العربيه. اوعى تنسى العلامه. ليه؟ لان العلامه بيكون عليها درجه منفصله عن التعليل. العلامه درجه والتعليل عليه درجتين، دي قيمه السؤال. هنبدا بالسؤال الاولاني، بيقول لك الافكار العقليه عند هيوم جزئيه ماديه حسيه. جزئيه ماديه حسيه، طبعا العباره دي خطا. ليه غلط؟ لان احنا عندنا الافكار عند هيوم افكار كليه، افكار كليه. طب جبتها منين الافكار الكليه اللي دخلت جوه العقل؟ قال لك جبناها من الواقع، من اشياء ماديه جزئيه. جبناها من الواقع، من اشياء ماديه جزئيه ادركناها من خلال الواقع. زي كلمه انسان. كلمة إنسان دي موجودة جوه العقل، تبقى صفة بصورة كلية. طيب جبتها منين؟ جبتها من زيد وعبيد وإفلاطون وأرسطو. دي الناس دول عايشين فين؟ في الواقع. السؤال الثاني بيقول لك إيه؟ القلق عند سارتر يؤدي إلى الاستكانة. طبعا الجزئية دي ناخد بالنا إن سارتر ليه 3 قضايا، وإن القضية دي هي القضية الثالثة اللي هي المسؤولية تؤدي إلى القلق. القلق عند سارتر دي طبعا العبارة غلط، لا يؤدي إلى الاستكانة. ليه؟ لأن الإنسان هنا حر، الإنسان هنا مسؤول. الإنسان حر ومسؤول، طالما الإنسان مسؤول يبقى دايما بيشعر بإيه؟ بالقلق. زي بالظبط القائد في المعركة. قائد في المعركة هو خد قرار خلاص بالهجوم. طالما هيهجم يبقى كده قاعد قلقان، يا ترى أنا هنتصر ولا هقع وهنهزم. طيب اذا القلق عند سارتر لا يؤدي الى الاستكانه واللا فعل، ولكنه قلق بسيط لكل من تحمل المسؤوليه. نيجي للنقطه الثالثه، بيقول لك الانسان اناني نفع عن جون ستوارت ميل. خد بالك ان احنا هنا جبنا اسم اللي هو ناس من واحد من انصار المذهب، واحد من انصار المذهب مش المذهب نفسه. جون ستوارت ميل بيتبع لمذهب الايه؟ النفعيين او مذهب المنفعه العامه. النافعين او مذهب المنفعه الايه؟ العامه. مذهب المنفعه العامه كانوا بيمثلوا 2، جون ستوارت ميل وجيرمي بنتام. طيب هنا بيقول لي الانسان نافع عند جون ستوارت ميل، هقول له طبعا العباره ايه؟ صح. ليه العباره صح؟ علشان الانسان اناني نفعي، بيدور على مصلحته الخاصه، بيدور على الحاجه اللي بتدي له اللذه، بتدي له السعاده، بتدي له المنفعه. طيب فين الخير اللي موجود في المجتمع لما كل انسان بيدور على مصلحته الخاصه؟ قال لك الخير اللي موجود في المجتمع هو عباره عن انانيه متنكره بسبب قيود الايه؟ المجتمع. يعني بيعمل حاجه لمصلحه المجتمع ومن وراها بيكون هو عايز حاجه لمصلحته هو. زي بالظبط اللي بيكون نازل انتخابات، يجي مثلا يدي شويه الناس ديهم، يديهم فلوس، يديهم حاجه، هو دلوقتي بيدور على مصلحته، مش بيدور على الناس اللي ورا اللي بينتخبوه. القوة الأخلاقية عند الإمام الفارابي اللي هي النقطة رقم د في السؤال التالي بتتمثل في القوة الفكرية. احنا عارفين ان القوة الأخلاقية عند الإمام الفارابي فيها هيستنبط الفرد الحاجة اللي هتنفعه في تحقيق غاياته وأهدافه وأغراضه. طيب معنى كده ان القوة دي هتخليني دايركت هميز ما بين الخير وما بين الشر. طب الشر بيجي منين؟ قال لك الشر بيجي من حاجه اسمها شطط في القوة الفكريه. شطط في القوة الفكريه يعني شطط في القوة الفكريه يعني القوة الفكريه بتاعتي هنا هتعدي المرحله الاساسيه بتاعتها. طيب زي طبعا عشان الحاجه دي تحصل في الانسان لازم يكون فيها اراده وطبع، اراده وطبع، اراده وطبع. هقولها تاني، اراده وطبع. زي بالظبط المكر في الثعلب والشجاعه في الاسد. احنا عايزين يكون الحاجه عندنا موجوده واحنا بنحاول نوظفها وبنحاول انها تظهر عند الانسان ونستعملها. زي قول الصدق موجود عندي المفروض ان انا بنميها. كل ما اقول الصدق يبقى كده عندي اساس ممارسه وعندي اراده وطبع. نهايه السؤال كده خلصنا الفلسفه.